طيب طب في زيوت مثلا يقول لك حط زيت ارجانين، زيت حضرتك قلت زيت اللوز، زيت يعني في كل واحد بقى، وزيت مش عارف توب مع ايه والحاجات دي. لا انا ممكن اقول للناس تركيبه كويسه. اي قول لنا تركيبه كويسه. يلا يا جماعه التركيبه دي مهمه. وهقول للناس تعملها ازاي. دي عشان خاطر يعني تمنع صوت الشعر وتقله وتمنع التقصف في الحاجات دي. هم اربع زيوت: زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، زيت السمسم، زيت الفول السوداني. ودي زيوت ممكن الواحد يجيبها من عند عطار، او بدل الفول السوداني ساعات بيبقى يعني ايه زيت بالزجاجه، بس ده بيبقى صعب شويه ان احنا نلاقيه. الكميات متساويه من كل واحد من دول، يعني مقدار مقدار مقدار، اخلطهم ببعض. التركيبه دي بستعملها مرتين في الاسبوع، باجي بالليل بعمل تدليك لفروه الراس والشعر، والواحد ينام بيه. لما تصحى الصبح يتغسل بالماء والشامبو يوم او يوم لا او مرتين في الاسبوع، مع حاجه من الفيتامينات اللي هي تبقى الكبسولات اللي فيها مجموعه الفيتامينات والمعادن اللي معروفه كلها، مش عايز اقول اسماء عشان ما تبقاش اعلانات. شهرين ثلاثه بنلاقي الشعر كويس، يمنع السقوط وكده، نبعد المركبات الكيماويه ونبعد عن الحقن ونبعد عن الكلام ده كله. وما تكلفناش كتير. مفهوم. طيب ايه الحاجات اللي حضرتك، احنا طبعا داخلين برضو على البحر ومشاكله، وناس كتير قوي بتعمل، وفي ناس بتكتشف ان عندها حساسيه اصلا من الشمس. من الشمس. وانا منهم عامه، يعني حتى لو ما تعرضتش بس احيانا ممكن الاقي حساسيه مره واحده وجلدي قفش، وناس كتير وبقول لك بحط نشا ومش عارف ايه، او تاخد حقنه تفك الدنيا. لا لا يعني لا. في ناس كتير عندهم مشاكل مع طبعا الشمس والبحر، ميه البحر مع الشمس بتعمل مشاكل، نعمل ايه؟ بص حكيش. أو نحمي زي نفسنا ازاي؟ الشمس بتاعتنا دي في منها اوقات مفيده جدا احنا عايزينها، وفي اوقات مؤذيه. الشمس اللي بعد الشروق الصبح وقبل الغروب، الساعتين والساعتين دول مهمين جدا للجلد، لان دول اللي بنحصل فيهم على فيتامين د من جلدنا. احنا عندنا ماده في الجلد اسمها 7-دهيدروكوليسترول. لما الاشعه فوق بنفسجيه طويله الموجه بتاعت الشمس اللي بتاعت العصر بتقع عليها بتحولها لفيتامين د 3، واحنا محتاجين فيتامين د. ناس كتير يقول لك انا عندي نقص فيتامين د، لان احنا دلوقتي حياتنا كلها عمرات عاليه جدا، ما بنتعرضش للشمس زي زمان، لبسنا كله كم طويل او حاجه زي كده، فما فيش، ما بنجريش، ما بنلعبش رياضه، عشان كده عندنا مشكله في نقص فيتامين د. انا بقى فرصه في المصيف انا عايز فيتامين د، اعمل ايه؟ اتعرض للشمس. احنا وقت المغرب عندنا بتبقى الساعه 8، في الفتره من بعد الساعه 5 العصر انزل البحر واستحمى واطلع اخد يعني حمام شمس نص ساعه، الساعه 6 كويس جدا، او الصبح بدري بعد الساعه الفجر يعني 6-7-8. انما الفتره بتاعت الظهر في منتهى خطوره، يعني الساعه 11 و12 اللي الناس بتنزل فيها في الشمس دي هتعمل مشاكل اللي حضرتك قلت عليها، هتعمل حروق في الجلد، ممكن تعمل حساسيه جامده. كمان دلوقتي الدراسات الحديثه بتقول ان التعرض للشمس فتره الظهر باستمرار سنوات طويله قد يؤدي الى اصابه الجلد بسرطان الجلد. فاحنا لازم نبعد نفسنا ونقي نفسنا من الاخطاء دي. يبقى فتره الظهر ما اقعدش في الشمس. طب انا مضطر اخرج، ما برضو هتمشى في المصيف، هروح اشتري حاجه، هروح الشاطئ ومش هنزل الميه واقعد تحت الشمسيه. استخدم دايما الواقي من الشمس اللي بنسميه سان بلوك. الصيف لا غنى عليه، واصحاب البشره الحساسه والبيضة ما يخرجوش في الصيف من البيت من غير السان بلوك. وفي حاجات تانية سهلة. سان بلوك اللي هو الواقي الشمس. اللي هو اللي بيقفل خالص ولا بدرجات؟ لا اللي مكتوب عليه 50+. 50+. ماشي. وكل ساعتين اجدده طول ما انا في الشمس. وكمان في وسائل تانية أخرى برضو آمنة وبتحميني من الشمس وبسيطة جدا. إن أنا أمسك شمسية إيد صغيرة في إيدي. كنا زمان وإحنا صغيرين تلاقي مصر كلها في مصر ماسكين شمسية بيضاء. مش عارف الظاهرة دي اتقررت ليه. هي اسمها إيه؟ شمسية. لو كانت دي مخصصة المطر في الشتاء كانوا سموها مطرية. هي مش مطرية، هي اسمها الشمسية. فإذا هي وسيلة للحمام، فلو هنمشي في الشمس نمسك الشمسية أو نحط واقي فنحمي نفسنا من حروق الشمس.